برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير مستمعينا، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح مع البروفيسور معمون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء الله للعافيه. واشرك مبروكه ولو معطله ان شاء الله دائما وانت بألف صحه وسلامه. صايمه اجر والصيام رمضان ما عندي مسائل. شكرا لك ودائما نتمنوك بصحه وسلامه بروفيسور ان شاء الله. شكرا لك. اليوم الموضوع ديالنا ولا العنوان ديال الحلقه هو الصبر ام الفضائل. بروفيسور، الصبر جرات العاده في ثقافتنا على انه كتكون بعض العبار او بعض المعاني اللي كتولي شائعه. كنسمعوا الصبر كيدبر، كنسمعوا الصبر عنده الحدود، كنسمعوا الصبر كيعيي، كنسمعوا على انه الصبر ما معطيش لكل شيء. حتى ولا ربما هذا الفهم ان الصبر فقط عند واحد الفئه من الناس اللي ربما على درجه من الايمان، على درجه من الحكمه الى اخره. اليوم العنوان ديال الحلقه ديالنا هو الصبر ام الفضائل، فشنو دلاله هذه الحكمه؟ هو الناس ديالنا الله يجزيهم بخير عندهم واحد العرف فيما يخص العلم. نعم. هو الانسان اللي فاهم واحد الحاجه راه كيلعبها بين يده، ولا ما فاهمهاش غير كيحملها. يحملها يعني كيمارسها وكيتصرف بها، ولاني ما عارفش. الصبر هو الاحتواء، بحال هذاك النهر كيحتويه الحوض ديالو، كيفيض مره هذاك النهر ملي كيعمر بالشتاء والروافد المياه، ولكن كيعاود يرجع للحوض ديالو. تخيل واحد ما عندوش حوض، الحوض ديالو ما عندوش، اذا هذا ما محلو من الاعراب من الصبر، هو ما عندوش الاحتواء. والاحتواء يا اما كاره يا اما محبه. المراه ملي كتكون كترضع ولدها كيفيقها من النعاس، شتي لا فقت وعطاتو الخطر تعاود يرجع ليها بين الانعاس ديك الساعه، ولا فقت ردعو يا كارها كيتعصب وكيزيد يحرم عليها النعاس. اذا دابا حتى الاحتواء فيه اختيار، وهنا غادي نمشيو الاصل الخلقه. علاش الله خلقنا؟ علاش؟ باش يعذبنا؟ باش يمحنا؟ باش يحرمنا؟ او لا باش يعلمنا الصبر، ولا حركنا منه حرف الصاد غلقوا فيه البير. علاش دينا غير كلمه الصاد؟ حيدناها من كلمه الصبر، زولناها، غتبقى لينا أربعة الحروف الألف واللام والباء والراء، غيبقى لنا البير. ولكن هذاك الصاد هذاك هو فاصل ما بين الألف واللام والباء والراء، حنا تنقراو من اليمين لليسار. إذا ما غتوصل للباء والراء اللي هو بير حتى غتشدك الصاد. ما معنى صدو بالعربية؟ صد، ما معنى صدو؟ يعني منعه، شده، كون مانع بينك وبينه. اللي كتكون كتلعب الكره كيقول له صدو، خلي شي شوتي هذيك الكره، وقف وجه الكره، ضايقو باش ما يلقاش المسافه فين يضرب هذيك الكره. هذاك هو الصد. اذا هي كتصد، علاش؟ باش كتزول الصدى، حيت حنا كنصديو، واللي كيصدينا هو الرغبه ديالنا. علاش هو الصبر؟ خصو فهم ان الانسان ملي تيكون ما بين يدين موب باقي صغير، والعطله باقي ليها شهر مثلا، وكتلقى بنته ولا ولده كل صباح تيهضر على العطله. كل صباح بابا نتاع العطله فين غنمشيو؟ ماما غنمشيو؟ بابا باقي شهر. غادي نقولوا لله في هاد الاطفال، غادي نقولوا الفرح ديالهم، التصابي ديالهم،
وغنقولوا كذلك ما عندهمش الصبر على المحبوب كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بأن الصبر نوعان، صبر على المكروه والصبر على المحبوب. ما معنى الصبر على المحبوب؟ خرا واحد الشاب جا عندي المكتب، عنده تقريبا 35 عام، شعره كله بيض، شاب شاب. انا اللي عندي 51، انت كتشوف شعري ما اي واحد شعرات اللي عندي شويه بيضي. مالك؟ قال لي راني غارق ضيوف. قلت له واش درتي بهاد القروض؟ وكان خصني نفرش الدار، وكان خصني كذا والوليدات. قلت له شتي هاد السروال هذا اللي لابس انا هذا؟ هذا قلت له عنده 7 سنين. كان شتاني سروال جديد ولكن عزيز عليا نلبسو. قلت له هاد السروال مره كنلبسو. قلت له حتى يطلع الدم من الدار، كتقول لي واش تماك بهذا السروال؟ تنقول لها مازال عزيز عليا باقي مزيان. اذا علاش انايا غادي ندير واحد التوقيت للحوايج خصهم يبقاوش عندي ذوك الحوايج من 7 سنين؟ شكون اللي دارها ليا؟ شكون اللي حط ليا هذا البرنامج هذا؟ شكون دارو؟ اذا لا كنت انا ولي امري خصني نكون حتى ولي رايي. اما ولي امري عيب انني نشد الفلوس ونصرفهم، ولاني ما عنديش الراي في البرنامج اللي غندير فلوسي ما عناش ولي امر. انا مولى علي امر الا ما كنتش كنتصرف بالراي ديالي، والراي ديالي خاضع للرغبه البروموسيون اللي كيديروا اصحاب المتاجر. يدير واحد الصور بحال كامرة ما كتلقى 25 23 و30 و70، واش الراي ديالي خاضع لهذاك الصور اللي غيديروا؟ واش الراي خاضع للرغبه ديالي للشهوه، ولا الراي ديالي خاضع مره لا؟ يعني التوقيت، توقيت. احنا دابا مقبلين على عطله الصيف، مباشره من بعد عطله الصيف عندنا العيد كيو دخول المدرسه. اذا دابا خص الانسان دابا يفكر على غدوز عطله كبيره دوز عطله صغيره. استيوتا وخلي فلوسك حداك باش ملي دابا غادي تفتح له ذاك الشهوه ديال العطله وغادي يمشي يجذب، ومن غير يدخل غير جوج ديال الاحداث قدام قداش. العيد الكبير هذا باش نزعم زعما غتشري غير خروف، الخروف راه ما كيجيش بوحدو، خصك لو. ها العيد مصاريف وفيه شحال من حاجه. عندك الدخول المدرسي فيها جوج، فيها الادوات واللباس ديال الدراري، وفيها المصاريف ديال المدرسه وما يجي منها. اذا دابا الانسان الا ما شافش المواقيت اللي جايه وما شافش التوقيت، توقيت مثلا بنتك وولدك كيدير الحاجه عاد كيفكر فيها، ماشي كيفكر في الحاجه عاد كيديرها. اذا ولدي صغير غنعلمو انا يجرب، ولا بنتي غادي نخليها دير الحاجه ونبقى انا كنتأنى على اخطائها حتى غتحصل في اخطائها ونجيبها. كاين واحد الرسوم متحركه سميتها توم لو بريكولور. شنو الذكاء في هاد الرسوم؟ انه هاد طوم لو بريكولور عنده واحد الالات كيتكلموا كيهضروا، والات عندها احاسيس كتحس، والات كدير الحمق كتحماق كدير لبيتيز. وكل حلقه وحده في هذيك الالات اللي هما دي روبو عنده كدير شي خطا، ومن بعد كيجي وكيقول لها شتيها انت اش درتي ما كاينش اللي كديري. واحد البنيه كتجي عندي المكتب مع والديها في اطار التاطير الدراسي ديالها، وما كتخبرش والديها، كدير حاجه ما كتخبرش. عيطت ليها قلت لها بنتي عندك واحد الكارني كنت نطلب منك بلا تجيبيه معاك ملي تجي عندي. قالت لي قلت لها جيبيه وحليه وكتبي واحد الجمله، كتبي لونفون سو مي اون دونجي كونت اي نانفورم با سي بارون. وسيري شوفي، قلت لها الحلقه الفلانيه في طوم لو بريكولور، عطيتها عنوان الحلقه. مشات للدار جبدات الطابليت ديالها دارت هذيك الحلقه، طلعت ليها تفرجت فيها. شنو هذيك الحلقه فيها؟ واحد الروبو ديال طوم البريكولور غادي يكونوا كيبنيو واحد العماره عاليه، وبغى هو يطلع هو الاول في المصعد لاسونسور. طلع ولاسونسور باقي ما مزقيش، يلاه هيكل العماره بالحديد يلاه كيجربوا هو يحصل، هو يحصل في اللي شافو دار. ملي طلع هذاك طوم البريكولور وسلكو وجابو، قال له كان عليا نخبرك بشنو بغيت ندير، اللي درت غير اللي قال لي راسي بوحدي مع اصحابي انا حصلت. هي شافت الحلقه وفهمات الحكمه، ومن بعد رجعت عندي عاد استفسرتني في الجمله.
علاش دابا هاد البنيه هادي كنعلموها هاد الاشياء وهاد الوليد كنعلموها هاد الاشياء باش غدا ملي تكبر وتبغي تزوج خصها تشوف واش الوقت الزواج مناسب ليها ماشي مناسب ليها من حيث الاعضاء ديالها واش مناسب لك من حيث ان التوازن ديال الصبر عندك غيحافظ على الزواج ولا غيطيحو لك الشراهه تزوجتي غير عام قبل الوقت وعند الهنود هو تيدوزو السيارات كيتقابلوا مع بعضياتهم حنا وحده كتجي شي بحال مثلا لقينا في واحد الكارفور جوج ديال الطرقات ملتقى الطرق حنا كنديروا رومبوان خيالي ديما حنا المغاربه عندنا رومبوان في مخنا نتسطاو على الرومبو ما عرفتش انا من جابوها الثقافه الرومبو سبحان الله العظيم ما عرفتش ندرها شي ديال صحافك ساعديني العافا اذا ملي كتلقاو الهنود ما عندهمش رومبوان ديال الحجر غير طرقان كيتفوتوا من القدام بحال كتشوفهم كيتجاوزوا اللي غيطلع على اليسار يطلع على اليسار اللي على اليمين على اليمين كيتفوتوا كيتسمى هذا كروازمون الانديان حنا لا حنا دائما كندورو في فلك يسبحون سير جيب دوره سير دير دوره المفاهيم هي الاولى كتعكر الصبر اذا اللي بغى نصبر يكون عنده أمه الفضائل خصو يفهم بأن حياته واش عنده الاختيار عليها ولا ما عندوش واش عندك اختيار في حياتك شنو هما الأشياء اللي عندك اختيار هو زواجك هو إنجابك هادو عندك اختيار تا واحد ما غيب زالك فوقاش تزوج تا واحد ما غيب زالك فوقاش تولي إلا شتي هادو جوج تقاع على هادو أما اللي ما عندكش اختيار هي أمك وباك ما تختارهمش هما اللي اختاروك البلاصة فين ساكن الوضعية الاجتماعية ديالك الوضعية الدراسية الوضعية التكوين وضعية الفقر أو المال هادو ما كتختارهمش هادو عليك إذا لقيت اللي نكون درت الاحتواء بهاد الوضعية اللي عندي مع أمي وبا وخوتي والمجتمع ديالي والحومة ديالي وعائلتي نكون درت الاحتواء أنني كيبقى عندي وقت فين نمشي نصلي الفجر وفين نصلي التراوح وفين نقرا الحزب وفين نجلس مع الدراري صحابي في القهوة وفين نسافر وفين أدي واجباتي مع عائلتي وهو ما مزوج ما والد في هذا راه عنده الصبر لقيت اللي غيختار شريك الحياة كتربح 4000 درهم وياك تاخذ وحده ما خدامه ما غتقدش لان هذيك السيده اللي غتاخذ واخا تحلف لك ماشي ب60 حزب باش ما حلفات خاصك تعطيها شويه الفلوس باش تعاون امها وبها لان احنا فقراء في المغرب كلشي كيعاون كلشي اذا شتي ملي تكون كتربح 4000 درهم خاصك تزوج وحده كتربح حتى هي 4000 درهم ولا 6000 ولا اكثر منك لان هي غتعاون خوها تيقرا وغتعاون امها وبها شتي الدراسه شي هادشي خصو يتدرس والا لا مشيتي تاخديتي وحده ما خداماش وانت كتربح 4000 درهم وبهذيك 4000 كان عندك التوازن قبل ما تزوج انت كتلقى فين تمشي في القهوه وتلقى فين تسافر وتعاون امك وتعاون باك ب 4000 درهم لانك تي ساكن عندهم في الدار لان امك كتاكل وتشربك من المصروف اللي داير ولكن اللي غتولي مع مرتك غيوليو عندك جوج المصروف ديالك انت وديال امك وديال باك عاود تخيل المرأة كتاخذ من هذاك الفلوس المشروب باش تصيفط لامها ما كتقول لها بنتي وحنا صبرنا عليك تزوجتي قلنا غتعتقينا من الميزانيه باقي ما درتي لنا والو غتولي تنقول علو غتولي تقول له ما كتعطينيش بزاف هو حاصل ما بين راسو وامو وخوتو اللي كان معاون لاحظتي هو التوازن اللي كان عنده 4000 درهم غير الميزان غير حساب كونطابيتي الفلوس ما داروش مزيان اش غادي نقولوا هذا صبر ولا هذا حساب ميزانيه ما دارش شتي حنا شحال من بلاصه كنفرطوا فيها في الحساب كنفرطوا في الفراسه كنفرطوا في الدراسه وكنجيو كنقولوا فلان ما عنده الصبر فلان ما عنده الصبر مرحبا لكل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا الارقام هي دائما رهن الاشاره فمرحبا باتصالاتكم مرحبا بتواصلكم معنا ومرحبا بكل تساؤلاتكم على 0522 46 72 52 او 0522 88 00 60 61 او 62 غادي نبقاو لحظه مع فاصل وراجعين مباشره دائما في برنامجكم بكل وضوح لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح مرحبا بتواصلكم معنا على 0522 46 72 52 او 0522 88 00 60 61 او 62 غادي نمشيو في اول مكالمه معنا نتواصلوا مع مليكه على الخط من مدينه الدار البيضاء مرحبا بك مليكه الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله استاذ مامون مرحبا يا مليكه شكرا على هذا البرنامج اللي كدير الله يجزيك بخير مرحبا اختي تونا وشكرا لميد راديو مرحبا بك جميع الطاقم ديال ميد راديو مرحبا يا مليكه الله يخليك استاذ امين بغيت نطرح عليك مشكل ديال ولد اختي شحال في عمره؟ عنده 16 عام وعنده فكره ديال الحريق هاد الفكره طاغيه عليه مع انه ما خاصو هما زعما من الناحيه الماديه ما مخصوصينش عندهم كلشي متوفر ليه لا اله الا الله
يعني واختي وصلت لواحد الحالة هذا مخلوعين وكيقول لها هاد اليامات فوت هاد السيمانة 10 ايام ماكسيموم غادي يحرك. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يخليك. نشوف حاليا المغرب شراكة مع السلطات الألمانية. نعم. كيوجدوا واحد المركز هذا طلب قامت به ألمانيا طلبات المغرب باش يساعد هالمغرب في إحداث في المغرب هنا مراكز. هاد المراكز لاش باش ألمانيا غادي تطرد واحد العدد ديال الشباب اللي دخلوا لألمانيا بدون تأشيرة بلا فيزا بلا والو. ألمانيا غتطردهم وغترجعهم. إذن ملي دابا ألمانيا كتاخذ هذا الإجراء مع المغرب نفسه واحد العدد من دول أوروبا كديرها حاليا مع تركيا وكديرها مع الأردن وكديرها مع لبنان باش واحد العدد من اللاجئين اللي دخلوا من تركيا لأوروبا غير يرجعوهم. إذن ولدك خصو هاد الوليد هذا خصكم توعيوه بشكل غير مباشر. ما ديروش له هذاك لو بوغاج دو كران، ما نديروش له الحشو، ماشي نشدو بدون نفخو له في دماغه. غادي نديرو من نفوسنا نتوما راسكم بحال كتربو كازاتي وكديرو واحد الوثائقي وكتفرجوا. شنو حال هذوك راه كاينه واحد المنطقه في شمال فرنسا سميتها لا ريجيون دو كالي حاصلين فيها واحد العدد الافارقه بغاو يمروا لانجلترا. انجلترا ما خلاتش باش يدخلوا وفرنسا ما خلاتش باش يخرجوا. ساكنين في واحد الغابه. غابه في كالي تسمى كيسميوها دابا حاليا في فرنسا لا جانجل دو كالي. فمؤخرا السلطات الفرنسيه حدات واحد المركز ومشات خرجتهم كلهم من هذيك المنطقه ودتهم المركز. اللي غادي تلقى له حل غادي تلقى له حل، ما يتلقاش حل غادي يركبوا في طيارته ويرجعوا. اذا شنو هو هاد علاش كيدل ان واحد ولدنا يتلهوس ويصبح مهووس بالخارج؟ كدل علاش هاد الامر؟ كاين نظرة للواقع، اللي كيشوف الواقع بنظرة الواقعية، كاين اللي كيشوف الواقع بنظرة وهمية. الوهم مسؤول عليه الظن، والنظرة الواقعية مسؤول عليها التجربة، مسؤول عليها التجربة. إذا اللي مجرب ما عمر ما كيلبس هذوك النظر ديال الوهم. ملي كنمشيو معروضين لشي عارس وكنلبسوا احسن جلابه عندنا وكيلبسوا عيالاتنا احسن قفاطن وكيديروا الذهب ديالهم وحنا كنمشيو نحسنوا عند الحلاق ونديروا الريحه وكنلبسوا البزيويه ونلبسوا البلغه الصفراء ونديروا احسن ريحه كنحسوا براسنا في هذيك ليله العرس اننا اغنياء. ولكن هذيك الاحساس باننا اغنياء، كاين اللي غني الله يزيدو عنده وعد راسي، كنحسوا براسنا اغنياء ولا راه احساس ماشي بصح. انا ماشي غني، انا ماشي غني، انا عندي الكفاف والعفاف. مرحبا بك للعفاف والغنى عن والغنى عن الناس صافي واغنياء بالقناعه. نعم. اذا تخيل انه هذاك الاوركيست يعجبني وهذيك العماره ديال العروسه وهذاك التريتور يعجبني وانا ماشي غني وفروحت في هذاك العرس سحبت راسي غني ونط عيط لهذاك التريتور قلت الله يرحم باك راني عندي واحد السبوع في العائله وبغيتك انت وجيب لي هذا الاوركيست بغيتك انت. يوم اللي غنجيبهم انا ويقول لي دو في ولا حط لي 80 مليون ما تيمكن ندير لا قرطها على 100 عام خلي الدين لولدي نموت انا نقول له ولدي كمل ربك فرح واحد الليله دار واحد العرس ما قدش له. شتي النظره ديال الوهم منين جايه؟ جايه بانه حنا الكبار حنا الوالدين ما قدرناش ندير واحد التوازن ما بين الحلم هو راه المقصود من خلال الظن ما عرفش يحلم الحلم والواقع. الحلم هو جوج ناس باركين جنب البحر هذاك شاد ورده وهذاك شاد ورده هذاك حط بردتي وهذاك حط بردتي هذاك عنده معمل خدام له كيعمر له الحساب وهذاك عنده كروسيفه الخضرة سال نهارو ودار الروسيطة ديالو وجاو استرحوا بجوج. هذاك اللي لاباس علو مع هذاك الاخر في هذيك اللحظة متعادلين بحال بحال. وردة وردة بردتي بردتي روسيطة روسيطة.
ولكن هذاك اللي عنده الكراريسه وعنده الروسيت واش يقدر يحلم بحال هذاك اللي عنده لوزين كيعمر له حساب ما يحلمش بحاله، ولكن حتى هو ما يحرمش راسه من الحلم، غادي يحلم انه غيجمع الفلوس باش يمشي عمره، في هذا الحلم على قدو واحد جوج تلاته الملايين غيجمعهم في عامين ثلاث سنين باش يمشي للعمره ياك. ولكن واش هذاك اللي عنده كراسه الخضره يحلم يصيفط بنته وتدوز العطله في اسبانيا؟ الى حلم راس كاع الحاج تبارك تبيع الخضره صح، النص فيها كيلوى والنص فيها تيخماج، كتبيعها واحد تولوت تولوت خصك تخلص به موالي السلعه وتخلي الربح ليك وتشوف اش غدير مع ديك البهيمه ولا داك التريبورتور اللي عندك باش دير له لاسيرونس. نصيحتي لصحاب التريبورتور الله يرضي عليكم احبابي، لما يديروا لهم شي كاوتشوات بالجناب، دابا كاع التريبورتور اللي كيسركلو في المغرب كله حديد، ديروا له عفاك احبابي واحد الكاوتشوات، حيت باش داك التريبورتور اللي يقيس السياره وعنده كاوتشوات في الجناب ما يشلخ ما والو. وكنشوف شي حوادث تساير غير هكا مسكين دري ما فحالوش قاس بالريبورتور طوموبيل شلخها الاخر تيوقفو تولي مكرفس، ديروا واحد البلاستيك. ونوه في الغابه الخضراء عندنا في الدار البيضاء نواحي مولاي رشيد كاين واحد الكريرسات يزرهم عودان في غايه الجمال. لو بغيتك دير شي ميكرو تروتوار سير لهم تما حدا الغابه، في الغابه الخضراء في الطلعه ديال هذا غتلقاي واحد الكريرسات كيزرهم عودان في غاية الجمال، عودان نقيين كروسات مصبوغين وفيهم واحد الالوان وصايبينهم شباب شباب، غير كندير الطونوبيل وغادي تبقى واحد كندير له داك الكلاكسون ديال العروسة طا 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 تلفت برافو على العود، قال لي شكرا عمي. هي معروفة هذيك المنطقة أصلا من قبل كان فيها الكوتشي كنا كنشوفوا الكوتشي. على البارح تشوف الجمالية باش تبقى دي. إذا هنا أختي مليكة هذا الدري هذا عنده هذاك الهاجس بانه الا مشى للخارج راه غيلقى شي جنه. وعلاش دابا المانيا غطرد هاد الشباب المغاربه؟ علاش واحد العدد من الدول الاوروبيه سدت الحدود ديالها؟ علاش واحد العدد من الدول الاوروبيه عايشه ازمه؟ شنو تتعني انك تحرق؟ فين غتسكن؟ فين غتخدم؟ بشحال غتخدم؟ امتى تصيب لوراقي؟ الوقيته اللي غتصيب لوراقي وانت كنتي كتفيق تلقى امك موجده الفطور وكتلقى با كدور معاك، ملي غتمشي تما شكون اللي غيوجد لك الفطور؟ وملي ما غتلقاش الخدمه وانت مولف تفطر وتغدى وتعشى ودير كاسكروت وتخرج في العشيه تسرى في عين دياب، غتولي ما غسلتي على 15 يوم، ما كليتي مقاد على شهر، وديما مخبي من البوليس، يعني عايش خواف، غتعيش الرعده في كرشك، فيما تشوف شي بوليس يدير تقعد تخبى. إذا الناس كيخرجوا في وضوح النهار أنت كتخبى ورا الشجر بحال شي قط. إذا هذا الشيء أنت واش مقاد عليه وأنت عندك 16 عام؟ واحد العام أنت في بلجيكا واحد الشاب مغربي تنعرفو إذا بيك لقاه ناعس تروطوار. وقفت عليه السلام عليكم أش كدير؟ لا تيبكي. واو سخن عليا راسي وخليت الدار وجيت. قلت له رجع. وما رضاش. ضحكوا عليا واو مشاو تشمت. قلت له دي حاله دابا دي حاله دابا الناس تنطور في كرتونات وانت باك وامك بخيرهم داركم كنتي تخرج تلبس المخيره وتاكل المخيره بدا تيبكي ياكل بكا. اذا حنا خص هذوك الناس حبابنا اللي في الجاليه تما يوريو لهاد الشباب الحقيقه، اجي تشوفوا لي الحقيقه، لان لا مشيتي حارقي راه غاتسلك، راه كاين الشياطين اللي غيسلكك هنا ولا هنا ويسلكك وتمشي وغتبقى عايش جهنم ما حطيتي رجلك تم. اذا هاد الولد هذا اللي ما استوعبش الواقع معناتها ما نضش. حنا تنوعي ولادنا كينجو من 6 سنين بلا ما نحرقوا لهم طفوله. دابا التحدي الوالدين اليوم راه خصكم تجعلوا ولادكم من 6 سنين ينضجوا، ولكن ما يفو با بغولي لي زيتاب لونفون، يبقى طفل واعي. ما معنى واعي؟ واعي بان لا ما حميناكش يا ولدي، حنا والديك تاكل العصا، هات تقوى العود ديالك، تقوى شجرتك ونحيدو الزريبه عليك. ماذا دابا ولدي راه بد ما نديرو لك هذاك الحوض، راه بد ولدي ما نديرو لك الزريبه، صبر. علاش علاش علاش؟ اذا هنا عاف اختي خصك تشوفو شي ولد عمو، شي ولد خالو، شي صاحبو اللي قريب له اللي كيأثر عليه، وهذاك التأثير الايجابي راه حنا بصام كنقلبو عليه. اليوم خص اللي يلقى شي واحد ياثر ايجابيا على ولده يصاحب ولده مع ذوك الناس.
تلقى شي واحد ياثر ايجابيا على مرتك، صاحب مرتك مع دوك الناس، تلقى راجلك ياثر على شي واحد ايجابيا، صاحب اولادكم مع هذوك الناس، هذو صالحين. اما اذا كان هو ريوع مع فيسبوك، خشي غير في الواتساب، هذاك اللي لهيه، شنو بغيتي يوري في العشيه؟ غير تصور له واحد الشارع في المانيا، امال ذاك الشارع انت تصورتي فيه ساكن فيه؟ علاش الا غاتمشي تسكن في شي غار؟ هي كيصيفط له تصويره من ذاك الشارع مريح في واحد الجرده. هي هو وريني فين ساكن، ما توريني الشارع في المانيا، هذاك الشارع الرئيسي في المانيا كلشي كيمشي له تصور فيه، وريني فين ساكن، فين كدوش، فين كتداوى ملي كتمرض. شي داوى في اي بلاصه في اوروبا تيقول لك وراقي، انا شوف الوراق، ما عندكش وراق اش غيديروا معك؟ يدوك الضوء الاحمر، واحد دوك واحد الضوء الاحمر وشي فانيد، ما يديروا لك عمليه، ما عندك راديو، ما عندك والو. اذا ما عندكش فين تسكن، ما عندكش فين داوى، ما عندكش فين تاكل، اش غتولي؟ عرضه لياش المافيا، المافيا كتقلب على بحال هادو. يجي واحد يعطيك بلاكيت الحشيش، يعطيك قرقوبي، يعطيه البنات ديال الدعاره يحضيهم له، وتيقول له هاك في العشيه تجي تاخذ القد. اذا في العشيه تجي مافيا اخرى تريفك، حيت هما تيتقاتلوا بعضياتهم. اذا من تشوف هذاك المافيا قدمك انت اللي كتسمى لا شيغا كانون، راه قدمك للعصا الاخرين، حيت هو ما بغاش يقدم ديالو، هو يقلب على هذوك اللي غيطحنوهم باش تحيدوا له الصف ويجي واحد اخرين بحالكم. اذا ثم تشدك السلطات وتولي في شيء، يشدوك زيد انت طبع لك في شيء، سجلتي عند انتربول. اذا مالك على ولدي تحرك مستقبلك غدا، تبغي تكمل عقريتك ولا دير شي خدمه محترمه وتبغي تمشي هذيك البلاد عمرو قبلوك. علاش ما حنا اليوم اش داوين؟ داوين على الحساب، على التقدير. شكون اللي تيقدر الاشياء؟ اللي واعي بقيمتها وبخطورتها، اللي واعي بها. واحد غيزوج بنته غتمشي ميريكان، بنته عمرو خلاها سافرت لمراكش، مراكش البنت ما عمرها مشات ليها، جا واحد خطبها ميريكان، مشات لميريكان حماقت. طلع واد الحرام، يا ودي راه نتوما طلعتو حمقين، باش طلع واد الحرام وانتوما البنت عمرها ما خدت تشوف تيفران، ما عمرها شافت حتى الحاجب، ما عمرها وصلت حتى الخريبكة، هزها من هنا دير لها الطياره فوصلت امريكان، وصلت امريكان بلا ذاك العجب العوجه في لاس فيغاس، شافت تكساس هذاك الشيء، ويتفروح ولات كتقول راجل اشتري لي خاتم ديال مليار، مين جاب مليار انا؟ علاش راه كلشي كاين عنده الفلوس؟ علاش من الفلوس؟ علاش انا هي ما عمرها مشات الخريبكة؟ كون مشات الخريبكة كانت غتوقف في الطريق وغدير بلاد نتاي ودير شويه الشوا، وغتشوف ناس مسافرين دراوش، وغتشوف ناس القناعين، وغتشوف ناس بتابتين، وغتشوف ناس مشاو لطاليان ورجعوا باقيين بعقلهم، وغتشوف ناس مشاو لالمانيا وباقيين بعقلهم، وغديرها وغتسولهم وكيفاش عايش انتم برا، وكي داير المعيشه برا، وغتاخذ عليها فكره. لا هو جا خطب عنده واحد امريكان برك معاه، دار مستشفى بحال هكا، شاف فيه ناينه مزيان، خدمه فاش خدام شيفور طاكسي، قلت له فلوس طاكسي تبع امريكا، خير هاك سير دير البنت، هزها داح حماقت فربحوا. مرحبا. غادي ناخذ هذه المره في مكالمه اخرى معنا خدير على الخط من مدينه فاس، اهلا وسهلا بك خدير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تبارك الله على سيدي ميمون. بارك الله فيك سيدي خدير. فرحه سعيده صراحه، كنتمناو باش اننا نشوفوكم او نتواصلوا معكم. مرحبا بك. كرجل تعليم كنحاول ما امكن دائما نكون معكم في واحد، لان واحد 35 سنه وكنت كنخدم الاسريه ديالها في المغرب العميق. الله يرضي عليك. وكنسمعكم كتذكروا منطلق من واحد الوضع ديال واحد المجموعه ديال المدن والدول الاخرى الى اخره، وإلا سمحت لي انا ما غاديش نقدم لكم نقد لانكم تبارك الله هرم، ولكن لابد وانه النقد البناء ماشي عيب. مرحبا. الله يطول عمرك. مرحبا سيدي خديجة. اسمح لي انا غنحاول ما امكن انني ندير بعض المحطات اللي عطيتوني واحد. تفضل تفضل تفضل. لان انتم كتعرفوا قبل ما كنعرف انا المجتمع المغربي هو طبعا على الاقل واحد 50% ناس اللي كيعيشوا في الفضاءات وفي القرى وغيره، وبالتالي انا بحكم العمل ديالي في اطار التربيه والتعليم كنديروا المستحيل اننا نديروا ديمونوغرافي على المناطق اللي كنمشيو لها باش نعرفوا على الحقائق ديال ذاك المجتمع، لا في المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا التربوي ولا الاثني ولا غيره، وكنحاولوا ما امكن اننا نخرجوا بخلاصات وهي المحافظة على ذيك المجتمعات، وبالتالي أنه الاستمرارية على مستوى الزواج لأنها هي الخلية اللي كتعطينا واحد المجموعة ديال الأطفال في النهاية ديال المطاف بدون مشاكل. وحنا كنلقاو في إطار ذاك العمل الجمعوي الإنساني التربوي وغيره أننا نهزوا ديك الحمولة إلى
الوقيت اللي كيكون عندنا عطله وكنحاولوا نتواصلوا مع هذوك الناس بما هو واقعي روحاني بما هو اجتماعي باسقاط ديال واحد الواقعيه مغربيه ديال الاجداد القدامى كيفاش عاشوا كيفاش كانوا. وانا كنسمعكم كتقولوا انه 80,000 ريال الا كانت عند واحد الانسان انا اوصيه بانه ما يتجوش، خصو يشوف واحد الانسان اخرى اللي موظفه داخل المدن. انا متفق معكم السيد الدريبي، ولكن خارج المدن ربما نعطيكم واحد المجموعه ديال النتائج، وربما الا كان بغيت تاخذ الاسم ديالي من ويكون بيني وبينك واحد التواصل، لان واحد الهرم اللي كيفيد ومنفتح اكثر منا، ماذا بك تدخل في الحموله النقاشيه الثقافيه ديالتكم، لان هذا واقع يجب ان لا نراجع من خلاله فقط الجانب ديال المدن وديال واحد الواقع مجري داخل واحد المجموعات الاجتماعيه اللي في نهايه المطاف كتعطينا واحد الزواج اللي هو غير ناجح، وبالتالي انه هذا الزواج الغير ناجح كيعطينا واحد المجموعه ديال المشاكل ديال اطفال الشارع وديال واحد المجموعه ديال الوليدات اللي كتسكن كيعيشوا في واحد الاكراهات صعبه الى اخره. وبالتالي انه انا بغيتكم توسعوا الدائره بما يرضي الله، ولا سيما انني كنستشف من النقاش ديالكم انكم اناس اللي مثقفين ثقافه علميه رصينه والحمد لله، ولكن تخافون الله بثقافه علميه دينيه تحسبوا لكم. هذا بدون مجامله. سيدي خالد انا اولا كنحيي فيك هاد المساهمه وهاد حب التمحيص، بحنا تنمحصوا ياك. حاليا شنو واقع في المغرب وفي العالم العربي الاسلامي؟ انت دابا راك تتكلم وانا كنشوف بان واحد الجوهره عندنا خصنا نحافظوا عليها، ولكن خصنا نكونوا قادرين ننتقدوا واش باقا ونقصات ولا زالت. هي البركه، البركه وحسن النيه، مع عمرها ما غتخطا امه سيدنا محمد. هذا هو موقف ديالي، ان البركه في امه سيدنا محمد، فين ما كانوا المسلمين البركه كاينه. ولكن انا شخصيا ماشي واحد الانسان اللي كان عانق الراي من حيث حبي للمبدا، انا كنمشي لواحد الراي من حيث ملاحظتي ومن حيث تتبعي لواحد الحاجات كينقصوا وغادي تنقصوا. الاولى اللي كتنقص في المجتمع المغربي والعربي الاسلامي هو الخاطر. خاطر نقص بزاف عند الناس. والخاطر علاش نقص بزاف عند الناس؟ بسبب الاكراهات الماديه. اذا لاحظتي انا المبدا ديال الحسن النيه والبركه انا محافظ عليه، ولكن ما غنديروش مثالي الاعلى باش نعطي الراي ديالي من وجهه هاد البركه وهاد حسن النيه، لا، هذا محافظ عليه كنتمنى يبقى ويتقوى. ولكن الواقع اللي هما الناس، اللي هو انت والاخر والاخر، طرقان كنتسابوا، طرقان كنضاربوا، في الصف كيقنطوا الناس، في اخر الشهر الناس كيتعصبوا، في رمضان الناس كيتضاربوا، الازواج واحد طيح الطقل في اغلبيه البيوت على واحد اخر، قليل من رحم الله اللي كتلقاهم بجوج شادين موالي الميزان. يا اما هو مطيحو على الراجل مطيحو على المراه، يا اما المراه مطيحه على الراجل. اذا انا ماشي من هذوك الناس اللي حيت عندي هذا المبدا، عندي واحد العلاقه مع الروحانيات في الفكر الاسلامي، غادي نخليها تغلب عليا وغنخليها تاثر عليا، وانني نعطي هذاك الراي اللي والانسان حتى اللي ما في حالوش. القران الكريم واضح والحديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، زوجوا الايام منكم. ما معنى زوج؟ راه امر. شكون هما الايام؟ هما الفقراء. وقيت اللي سيدنا ابو بكر تولى خلافه وقرا هذه الايه، وما مشي عقراها تتولى ولا قراها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا ابو بكر كان غيجعل الزواج فرض لولا حديث الباءه. حديث الباءه شنو فيه؟ يا معشر الشباب، النبي صلى الله عليه وسلم كيخاطب الشباب، من استطاع، لاحظوا معايا اللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم كاين القدره وكاين الاستطاعه، استعمل كلمه استطاع ما استعملش القدره. القدره هي النكاح، قادر تنكح، ولكن هل واش انت مستطاع؟ ما معنى الاستطاعه؟
استطاعه هو النفقه، المال غتنفق على مرتك وعلى حاجياتها وعلى ولادك وعلى حاجياتهم، وغتبقى شاد الخاطر. حيت الى مشينا المحاكم ديال الاسره راه كنلقاو الناس واكلين شاربين ساكنين كيضاجعوا بعضهم البعض يطالقوا. علاش؟ خاطر وصبح عندنا الاشياء الماديه كتشكل لنا مرجعيه كبيره في الاستقرار. شحال هذه كانت المرجعيه الكبيره هي تكون نال رضا الله ورسوله ورضا والديك. هذه روحانيه. كان الانسان الا حس بانه مسخوط مع موباه ولا مسخوط مع الله كان ميمرض. كان تيقلب ديما الفقيه يقول له راك ولدي انت رجل صالح، ديما العلماء يقولوا انت ولدي راك رجل صالح، الناس يقولوا ولدي الله ديالك رجل صالح، كيهمو هذيك التزكيه الروحيه. دابا هذه باقه ماشي باقاش اقلالت، ولاو بزاف الناس بما فيهم ولاد علماء ولاد فقهاء بنفوسهم دخلوا الماديات. الماديات عندنا احنا واحد الامر، المال هو القوام. المال الفكر الاسلامي هو القوام، به كتقوم وبه تقعد ملوما محصوره. ما معنى ملوما محصوره؟ مالوم كتلام محصور حاصل، عندك ما عندكش مخرج. اذا انا ما كنقولش الانسان اللي كيربح 1000 و2000 و3000 ما يتزوج. علاش انا مشيت 4000 درهم ويتزوج وحده خدامه؟ انا هنا تنتكلم على واحد النموذج اجتماعي سميتو العنقود المفرق. عنقود حليت له الحبات العنب ديالو، فرقوا الحبات، ما بقاوش في العنقود، ولا مليوحين في تبصيل، ولا مليوحين في كوربه. واش نفس الثمن بحال العنقود مجموع؟ اللي كتمشي تشري واش كتهزي هذاك الحب ديال العنب اللي مشيت تفقع الكوربه؟ ما كتهزيش، كتشري العنقود مجموع. إذا راه عندنا نموذج في المجتمع اللي العائلات باقي مجموعين عناقد. شتي وسط المجتمع وسط العائله اللي غتناسب وساكنين في دار وحده وغتزوج بنتهم وتسكن معاهم ويعطوك عفراش، مع تابيت ما عندكش عفراش. وتتاكل مع نساب كاملين في ميده وحده، وتدوشوا في الحمام برا ما كتدوشوش في الدار، عيب تدوش عاد حدا نسيبك، كتخرج كلشي الحمام بلدي، وكتقدى الماين الكبيره، وكتعطي انت لمرتك المصروف وكتشارك هي، الا قدرتي على هذا النمط الاجتماعي تزوج وانت ما عندك ثريان. ما تقدرش. حيت والله ما غتاكلش كتشهى. غتاكل شنو وجدوا مالين دار. هذا هو المجتمع العقودي. هما القبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل، في القبائل بقى بحال هكا. تجيب انت الدجاج وكتلقى الماين ديال عروستك مطيبه اللحم، الدجاج اللي حطيتي راه طال ثلاث ايام بعدا تاكلو. عايبه مشي مرتك بوحده للكوزينه وتقلي لك الدجاج تجيبو لك. غتجيبو تحطو لك وسط الجماعه، وسط عائلتك مع نسيبتك ومع راجلها ومع خوت المراه اللي باقي مزوجينش مع الراجل اللي مزوج اختها وولادو، هكاك غتعيش. الا حطيتي سبرديلتك غيبسوها لك. عندهم عادي شي عيب، جا بغا يمشي يلعب كره سبرديلت احمد نسيبو، لقى سبرديلت احمد كيلبسها عادي، جا في العشيه لقى الشورت ديال نسيبو حطو تيتصبن لقاه مقاد لبسو عادي. ماشي فوضى، عنقودي هكاك داير. الراي ما تهضرش قدام نسيبك ونسيبتك، كلمتهم هما في الدار. داهي كتقول رايك بواحد الاداب، هما تيتبحكوا وعقف فوضى. العنقودي حتى تدوز 20 عام 25 عام، وديك الساعات تدير شويه الفلوس وكيبنوا لك واحد البارطمون الى عندهم ار بلس 3 ولا ار بلس 4، وراهما اللي غتلقاهم دابا كيشريو ديما بقعوا كيبنوا هذا البارطمون، راهما هذوك. وكيلقى دائما بنته شاريه حداه وولده الكبير شاريه حداه، وكيشدوا واحد الصف واحد الحومه راه باقي، ولكن عندهم عقليه خاصه بهم. اليوم دخلت العلماء للعالم العربي من 95، من 95 دخلت العلماء للعالم العربي. دخلنا في لافامي سيلولير، دخلنا فيها بغينا ولا كرهنا. كتلقى المراه كتقول لك انا باغا نفرق على نسيبتي، انا باغا ندير داري بوحدي، سواء البنت جايه من العالم القروي ولا ما جاياش. وحنا غادي لان النسبه ديال 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 الاعمار في المغرب راها قريبه تضرب 60%. شتو لقيت اللي غتضرب 60% نسبه الاوربانيزم في المغرب، وغتطلع ل 65 وتطلع 70، وشوف هذيك العائله العنقوديه اللي مجموعه واش غتبقى غير فواحد البلايص قليله. اذا حنا ما خصناش نمشيو ضد التوجه اللي غادي له العالم وغادي له المغرب. وعندنا فيها واحد الاشاره من النبي صلى الله عليه وسلم خرج من القريه للمدينه، مكه راه قريه
والمدينه راه مدينه، المستقبل راه في المدينه. القريه غتبقى غير حواضر ساكن فيها واحد العدد ديال الناس قلال، ولكن الكثير من هنا واحد ما يتعامل. وغتشوف لبنان هي وصلت ليها، الاردن راه وصلت ليها، ليبيا راه عندها المدن اكثر من القرى. ليبيا، الجزائر راه غادي ليها، تونس راه غادي ليها، حنا باقي عندنا نص نص، باقي 50-50. انا شخصيا بحكم واحد التجربه عندي مع واحد العدد من العائلات، ما نبغيش المغاربه يتصيدوا بالنيه ديالهم. دير نيه وانت على بال، حافظ على النيه هاي كاينه، ولكن الحساب المحيص والدراسه البركه كتزكي لينا العرف، ولكن بلا عرف تلوم راسك. حاليا سبب طلاق زورو العائلات، سبب شنو؟ انه الانسان ملي تيتزير ماديا ما تيبقاش عنده الخاطر باش يضحك، ما تيبقاش عنده الخاطر باش يجلس مع مرته، ما تيبقاش عنده الخاطر باش يشوف ولادو. اذا شنو الحل؟ نقص في الروحانيات، نقص في الايمان، ولا نقص في الماديات هي الاولى. شنو الحل؟ غادي نمشيو نطالبوا الدوله تعطيهم فلوس، غادي نمشيو نجبدوا الكنوزه، غادي نمشيو نزيدوا خدمه وجوج بحال اللي عايشين في مصر. مصر ما بقاش رب اسره كيقدر يعيش عائلته بخدمه واحده. مصر واحد العدد من الطبقه الفقيره المتوسطه كيخدموا جوج خدامي ثلاثه خدامي باش يعيش عائلته. اذا حنا خصنا لابد ما نقول لهذاك الشخص اللي غيتزوج النية ولدي مزيان حافظ عليها. الحساب والحساب على القدرة، راه إلا فرطتي في الحساب هنا يا وليدي غتخلص هنا. غادي نرجعو دائما ونواصلو برنامج بكل وضوح على ماد غاديو، توقفوا اللحظة مع عناوين الأخبار رفقة جواد الطاهري. أنا من جديد في برنامجكم الاجتماعي اليومي بكل وضوح، مرحبا بتواصلكم معنا على 05-22-46-72-52 أو 05-22-88-00-60-61 أو 62. في مكالمة هاد المرة غادي نمشيو باش نتواصلوا مع عبد السلام معنا من تينغير. أهلا وسهلا بك عبد السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبروك مبارك دريبي. مرحبا سي عبد السلام. لا شكرا على الواجب، مرحبا بك. شكرا لك عبد السلام، أهلا وسهلا. أنت هو الأب الروحي ديالي. أحبك الله ورسوله سيدي عبد السلام. شكرا. مرحبا بك. نجي غير نسلم معك في الدار البيضاء إن شاء الله. مرحبا بك، دوز سيدي، أنا راني هنا من الاثنين للخميس والسبت الصباح. في الإذاعة ولا في؟ أي في الإذاعة، سيدي ونسلم عليك، سلام واجب، الله يودي. إن شاء الله، شكرا الله. لا شكرا على واجب، مرحبا بك خويا. عفوا شكرا، نعم، عبد السلام عندك سؤال، تفضل مرحبا. سؤال. قول. عندي خلص ولكن كنت تنتعالج على الديبرسيون شحال هادي؟ هذه أربع سنين هادي. ولكن دابا هذاك خليته اتجهت لواحد، بغيت نفتح شي واحد المدرسة. ديال التعليم الأولي. مزيان. ما عرفتش المهم الناس اللي قالوا لي راه ما تقدرش تدخل ذاك الميدان بلا بلا خاصك تلعب بالاوراق، الا دخلتي بالاوراق غتغرق وغتعاني بزاف. لا 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 شوف قالوا لي راه الدعم ما كيكونش الدعم من الاول، حتى تخدم دير سميتو عاد كيعطيوك الدعم. لا دابا انت علاش بغيتي الدعم؟ اين دعم؟ دير اش الدعم؟ الدعم زعما باش نصاوب ندير ديك المدرسه. ما فهمتش الدعم زعما واش كيعطيو المبادره الدعم باش ندير المدرسه مثلا تجهيزات و المدرسه خصها محل وخصها طوابل. مع المدرسه راه ماشي هو الحيوط ولا الطوابل، المدرسه راه هي الاساتذه. هي الاساتذه، هي الاساتذه غادي خصك يكون عندك واحد راس المال باش غتخلصهم ريتما يتقيدوا عندك الوليدات. اللي نصحك عفا ولدي ما تفكرش في الدعم، غتمشي دير دروس في التسيير لا جيستيون، تمشي للتكوين دير دروس في التسيير، تقرا شنو هو ان بيزنس بلان، شنو هو ميزانيه ديال المشروع، كيفاش كيتسير المشروع، شنو هو حيت دابا تيبان لك انت غير الخلاص ديال المعلمين، ولكن ملي غتقرا تسيير غيبانوا لك واحد العدد الحوايج في الكونتابيليتي اللي ما غتكونش دار من حسابهم، غتحطهم في واحد الطابلو وغتبقى تحسبها هكا بشويه 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 بشويه. تيبان لك الشغل. نعم عمو. واحد القضيه اخرى بالنسبه للدعم الدراسي. مثلا كيلقى بزاف ديال التلاميذ بزاف ديال الاساتذه كيلقاو صعوبه باش يديروا ديك الاشغال التطبيقيه في القسم. غادي ندخلهم حتى غادي نحاول ندخلهم واخا يكون الدعم الدراسي ولكن يكون بموازات مع الاشغال التطبيقيه. لا تعافاك ولدي عبد السلام، الله يرضي عليك. لا تعافاك.
اش من كفاءة عندك؟ عندي إجازة في الفيزياء. ايوا فايت لك قريتي؟ دو ليسونس بروفيسيونيل في لا واش فايت لك قريتي؟ كنقري حاليا. كتقري فين؟ كنقري هكا في لي سونتر والديور. كدير دعم في الديور وكدير لي سونتر؟ وي شحال التجربة عندك؟ هادي طالعة على 4 سنين. 4 سنين باقا قليلة عمو. اخا قليل عام الله يرضي عليك. كاين تما حداك شي سي بي ار قريب؟ كاين يمكن ولكن كنعاود حاليا كنعاود نقرا في الاجازه ديال الريد. لا غاتمشي دير سي بي ار اصاحبي الا كنتي غادير التعليم خاصك دوزت هذا الكونترا ديال التعليم اللي داز دوزت الكونترا ديالو دوزتيها خاصك تشوف شي مدرسه خاصه تدرب عندهم على التسيير. غاتشوف شي مدرسه من حبابك تما وقول لهم ودي بغيت نكون انا اطار متدرب ان ديريكتور بيداغوجيك وغتدرب عندهم كيفاش دير استعمال الزمن كيفاش دير اجتماع الاساتذه وكيفاش تعمر لي بولتان وكيفاش دير النقط كيفاش دوز كونساي دو كلاس كيف راه صنعه هو راه تجربه راه ثقيله وخصك تدوز في هذه البلاصه هذه على الاقل واحد 3 سنين 4 سنين هذه هي القليله هنا في هذا البوست يعني تكون ان ديريكتور بيداغوجيك ستاجير وتبقى تقري عندهم وتتدرب ملي غادي يبغيو يديروا الطاقم على الاباء والامهات انت اللي غتستقبلهم ملي غير واحد الدري غادي يحصل في واحد الماده انت اللي غدير له استراتيجيه باش تخرجوا حيت الوالدين ملي غيعودوا يجيبوا وليداتهم عندك ويحطوهم لك ويخلصوك راه غينتظروا منك النتيجه. هي دابا خصني نشوف ندير ان ستاج ديريكتور بيداغوجي. الله يرضي عليك وي ان ستاج عافاك عمو وثم دير فورماسيون دير نعم ممكن نديرو بالموازاه الدعم الدراسي ممكن نديرو زعما في الديرو طبعا ديرو عندهم ديرو عندهم قول لهم عطيوك اقسام بالليل ودير الدعم في العشيه وراه 5 ولا 6 في هذيك المدرسه هذيك اللي غتكون فيها متدرب ولكن عافاك خصك تدرس ليا شويه الجيستيون ضروري خصك تعرف ان بزنس بلان كيفاش تدير. قول لي دابا خلص 4 سنين عاد لا شوف عمو شوف الا كنتي غادي دير واحد جوج اقسام ديال بريسكولير هذوك الوليدات ديال 3 سنين 5 سنين هذوك ساهلين هذوك جوج مربيات وواحد اللوكال خصك شويه الفلوس ولكن لا كنتي غدير هذوك اللي قراب التحضيري ولا غدير صحاب ابتدائي خاصك ولد عمي تشمر هذوك ماشي ساهلين اما البريسكولير ساهل خاصك يكون عندك محل في السفلي ويكون عندك واحد دفتر تحمولات راه كتمشي تاخذه من عند المندوبيه ديال الشباب والرياضه هما اللي كيرخصوا البريسكولير وغتمشي لعند المندوبيه الشباب والرياضه وغيعطيك تحملات وهما كيديروا دورات تكوينيه في البريسكولير والمغرب نعم المهم دابا هي بلا ما نشطن راسي في هذا الشيء لا وجد له عفا ولدي بشغله ومقاد ما تمشيش غير هكاك تلاح لا تلاحي تحصل وجد له حنا داويين في هذه الحلقه اليوم الا بغيتي الصبر ديالك يبقى لك حساب القدره ديالك ولكن دابا عرفتي المشكله غادي نلقاها هي المشكل ديال العائله باش غادي نقول لهم خصني هاد 4 سنين باش نتدرب باش ندير المدرسه ديالي كيفهموش هما داك الشيء كيفهموا خصك الا قريتي خصك تخدم صافي شوف الله يرضي عليك ولدي شوف الله يرضي عليك دابا انت استاذ كتقري غاتبقى تقري يا صاحبي انت بالنسبه للمرين الدار ما تقول لهم لا استاذ متدرب لا مدير متدرب انت استاذ كتقري ولكن داخل هذاك استعمال الزمان ديال الاستاذ اللي تيقري كتمشي عند واحد المدرسه ولا واحد الموضع وكتدرب على كيفاش تكون اطار بيداغوجي في المدرسه. شتي الا تدربتي هذا الشيء كيعنيك انت بحال اللي كتكون، واش دابا انت غتقول لوالديك راه كندير انايا كدير انت دروس في الدعم كتقري راسك لونجلي. ما غتقولش لعائلتك راه كتقري انت لونجلي، ما غتقولش لعائلتك انت راه عزيز عليك الشينويه كتعلم الشينويه. اش دخلهم هما؟ هي داير دابا حاليا المهم في الكلاس شحال هادي الدراري كيقولوا لي راه صافي وليتي في الكلاس صافي ما بغيتيش تزيد لا راه باين ندير شي ديال راسي ما تزربش دير دراسه ديال كادر بيداغوجيك في ليكول والجيستيون عمو سيكونوا في يدك. الا سمحتي بروفيسور قبل ما غادي ناخذوا مكالمه اخرى معنا وحنا العنوان ديال الحلقه ديالنا الصبر ام الفضائل نمشوا باش نتكلموا على واحد النقطه اللي هي مهمه جدا ايضا القدره على الصبر بروفيسور منين كتجي؟ دابا لاله المداد هو ما خصش يكون عندك تحت الصفر مثلا حنا كنتعبوا في يومنا بمجرد ما كندخلوا لديورنا تناكلوا الطعيمه وتناسوا الصباح كنفيقوا كنلقاو الطاقه كاينه
ولكن تخيل انني الانسان يتعب في يومه وعنده ورشه البناء، يبني في واحد الدار في واحد العمارة، وهو تيتعب في يومه في خدمته والتليفون ما ساكتش، التليفون تاعيطوا لك مالي الحديد مالي السيما الخدامه. واحد عنده خدمته دير واحد الفيرما، دير فيها البقر كيسمن في العجوله ولا دير فيها البقر الحالوب، هو عنده واحد الخدمه وعنده هادي. شتي ملي تدخل لواحد العمل وما عندكش له مؤسسه درتيه غير مكلفط، شتي ديك الساعه كتنسف في هذاك توازن القدره الاول، هو راه عندك القدره باش تريكوبيري. شتي هذاك النهار داك التعب ديالك العادي انت كتبذل له مجهود، خصك لوعه طعيمه ونعاس فيق الصباح مقاد. ولكن الا ما احترمتيش الميزان العادي انك انت ماشي رجل اعمال، ما عندكش مؤسسه، مثلا رجل اعمال كتلقاه مثلا ها هو عنده بنكه وعنده شركه الكيران. علاش عنده بنكه وعنده شركه الكيران؟ لان عنده اطور، عنده مدير مسير البنكه وعنده مدير مسير شركه الكيران. هو كرئيس ما كيعيطوش له صاحب الكيران لا تقلب شيكار، كيعيطوا للمدير. ما كيعيطوش له شيكار لا تحرق، كيعيطوا للمدير. ما كيعيطوش له شيكار لا وقع له شي مشكل، كيعيطوا للمدير. هو كيعطي الفلوس، كيعطي الاطور، كيحط المراقبين، كياخذ يدير الحسابات ديالو. شي هذا خدام مؤسسه. واحد حريفي في البني مشى دار كوره ديال الدجاج، هز الخدامه ديالو اللي كانوا عندهم في البني مشى دارهم خدامه في الدجاج. ها هو تيبني هنا والدجاج كيموت هنا. هذا غير حماق. وشتي ملي تيحماق الانسان تينسف القدره على الصبر، كينسفها. هو اش معنى كينسفها؟ كيقتلعها. يا خصك تخلي القدره تنبت، كتاكلها بحال نعيجه، كتاكل نجم في الليل تينبت، الصباح كتلقاه نابت معاك، يعطيك عاوتاني طاقة تاع ذاك النهار. شتي ما خصناش نتلاحوا لشي حوايج بدون مؤسسات. علاش دابا انا دويت مع عبد السلام؟ لانه قال لي عانى من واحد الاكتئاب وعالج له 4 سنين. اذا هذا عنده واحد القدره كتصرح لحد، ماشي كتم هابط تدريجيا كيطيح ديجونكتور. قال لك شتي راه كاين فرق ما بين وفرق ما بين طاق. شتي ملي كتكون مثلا انت خدام كتشوف البوله كتمشي وتجي الضو ينقص، ماشي بحال كيطفع لك الضو اللي كتشوفو كيمشي وجهك كتقول سير في الشمع الضو بالي غيمشي. خيل باركين كان تعشاو في الدار هكا طاق، ها فين كمي بابا وشي ظلام. شتي القدره، سيدنا رسول الله تيقول الكيس من دان نفسه. بغيتي تكيس دائما كون في مقام الادانه، رد البال. عفاك انت معلم كتعجبني والتعليم مزيان وكذا، انت كمعلم واجي شارك معايا نديرو مشروع البني. دابا يخرج على المعلم، معلم الهوايه ديالو هو خصو يسالي ويمشي دواش ويهبط يسوق قهوه يشد مجلات يقراهم ويتبع الاخبار ويعطي رايه للناس، لانه مثقف هو قراي. معلم انه كيتلقاوه الناس في الحومه كينصحهم في ولادهم، هذا شنو دار في قرايته تبارك الله عليه، هذه بنتك دارت كذا. تخيل ملي غتشد معلم تفتنوا بالبني، الله يعاونو، احنا ما قلناش له ما يديرش البني شغل، هذاك واحد حر في راسه. ولكن ما غيبقاش يجلس في هذيك الجلسه في القهوه، وما غيبقاش يشد هذيك المجله. سير دور اوروبا كلها وشوف طبيب متقاعد واش كيدير البني، شوف محامي متقاعد واش كيدير البني، شوف قاضي متقاعد واش كيدير البني. ها فرنسا دورها كلها شد النصارى كلهم دور عليهم. اش غتلقاه؟ غتلقى الطبيب متقاعد كيدير دروس محاضرات، شتي كيزيد كيرفع السقف ديال الحاجه اللي كان فيها، كيزيد من الفوق ما كيفرعهاش على اليمين على اليسار. شتي هذاك هو التهور. اذا الانسان اللي مشى تهور وتصاب بالحماق، والحماق بحال شي بنو ديالك تتقبو كيبدا يبردي، راه عندنا ماشي ما عندناش، ولكن ما كنخليوهاش تستراح. شتي بحال واحد الشخص عنده واحد البهيمه كيحرس بها، كاع الفلاحه عارفين بان الحرث حدو المغرب، يدخل البهيمه ديالو الكوري وحط لها واحد شويه الشعير واحد شويه ديال الذره والفول خليها تنعس. تخيل واحد يجي يديلو حمارو هذيك البهيمه ديالو يديها بالليل يخدم بها، صباح ملي غيفيق هذاك السيد كغير قال البهيمه ديالو القاها مرتاحه ولا مفضيه، خدم ليه بها الاخر بالليل ما استرحاتش، غادي يجي هو يحط عليها المحرات ولا يحط على ذاك الكروسه باش تجرى غتفتش له تم. شتي هذا هو لقد جعل الله لكل شيء قدره، رحم الله عبدا عرف قدره. ولا بغيتي تعرف قدرك
هو تتعلم تقول الحوايج لا ولو غيزيدوك الفلوس. حنا دابا كنشوفو غير الربح، ما كنشوفوش غادي تكلفنا من طاقة. تخيل واحد معلم وشيفور طاكسي بالليل، تنعرفو صاحبي معلم بالنهار شيفور طاكسي بالليل، واحد النهار كان معاه عيطت له ركبت معاه هكا غادي انا وياه، قلت له فلان نديرو قهوة، ايه قلت له خاف انك تكون ظالم الله يرحم باك، قلت له خاف لا تكون ظالم، قال لي عارف كاتبك هذا، قلت له الله يرحم باك خاف تكون ظالم، دابا دخلنا عليك بالله، قلت له وليتي كتسوق الطاكسي بالليل وانت معلم بالنهار، بقى عندك الخاطر للتلاميذ غدا الصباح، قلت له دابا عا بيني وبينك انا راك صاحبك ونعرفك، راك نعرف مرتك ونعرف ولادك ونعرف امك ونعرف باك، واش باقي عندك الخاطر للدراري الصباح ولا عاد كتكلفط فيهم وتسب وتعير وتضرب وتعطي العقوبات؟ واه قال لي تاهم راهم صعاب خصهم يضربوا، قلت له لا خليني ما خصهم يضربوا، واش باقي الخاطر وما باقيش؟ واش باقي الخاطر لولدك ولا ما بقاش؟ ما سمعش ليا، داز واحد ثلاث سنين كيدور بولدو دابا عند الاختصاصيين، العصبية والحركة المفرطة وعدم التركيز، هي صابته فين؟ ولدو. وهذوك الفلوس اللي كيوفر اللي كان كيضل راسو كيجري عليهم بالليل باش يجمعهم في طاكسي، هو تيحطهم دابا هنا أدوية محال الدري باش يزكى. عيط ليا قال لي عاوني، قلت له ما مساليش أصحيح، حيت النهار اللي خبرتك قلت لك عندك تكون ظالم قلتي لي لا كتعرفش كندير، وفك دابا ولدك، حيت هو شتي راه ما تربحش كلشي، الا ربحتيها فلوس غتخسرها وقت مع ولادك ما تعطيش لهم، الا مشيتي درتي افر وحده اخرى ما تعطيش لمرتك وقت، الانسان يختار، يا نمشي نجيب فلوس ونحرم مرتي، يا غنمشي نجيب افر ونحرم راسي من ولادي، يا غنحرم راسي من ذوك الفلوس وغنجلس مع مرتي مع ولادي، غنمشي نخدم واحد شوي ونجي نعطي لمرتي واحد شوي ونجي نعطي لوالدي واحد شوي ونعطي لنفسي واحد شوي ونعطي لسيدي ربي بزاف الا قدرت، باش هو عاوتاني كيبارك ليا في البركه، وحنا كنقولوا المغاربه اللهم زكي البركه على الحركه، والليله دابا كنلقى واحد جوج خدمات ثلاثه جوج خدمات ثلاثه جوج خدمات، اللي راسو مشتت عنده جوج تليفونات، كتشوفي جوج ناس عندهم جوج تليفونات ثلاثه تليفونات، داوي في هذا ولا اخر يصوني ويحط هذا ويزيد، علاش ثلاثه تليفونات علاش؟ كي غادي عندك ثلاثه الفام عندك ثلاثه المخوخه، تخيل دابا كتكون غادي غير صايك واحد قدامك داوي مع اللي بجنبه حدو مخو قدر يخدم له انه حدا الضو شاف الضو خضر، هو مخو دابا شاف هاد العمليه حضاله ومخو حضاله قال له دوز بريمير ودوزيام، ها هو حد هنا مخو ما بقاش كيحضي له الريتروفيزور ما شافش الموتور اللي بجنبه ويدهس فيه، ومخو ما حضاش له الكلينيتور ما داروش، اذا حدو عطاه ثلاثه ديال العمليات اللي حضاله، كيهضر بفمه مع مرته حضاله الضو ودوز العمليات، ونفس الوقت غنشدو مخ ديال 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 بيلوت ديال الطياره وشوف شحال من العمليه، مخ ديال 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 ربان الطائره الحربيه شحال كيخدم العمليه، الرادار الاول الرادار الثاني الرادار الثالث الرادار الرابع، السرعه ديال 2000 كيلومتر في الساعه، الصواريخ اللي تضرب السرعه باش هو غادي وكينتقل خصو يعاود يهرب من الصواريخ ويضرب المسائل ديالو، الميكروفون تيدوي في الميكرو مع لاباز ديالو كيتكلم مع اللي وراه اللي كيقادو الاسلحه، هذا مخ بنادم وهذا مخ بنادم، هذا ثلاثه العمليات الرابعه ما قدرش يدير كليتو ما قدرش يشوف ريتروفيزور، منين جاتك هذا ومنين جات هذه القوه هذه؟ هذاك اللي مشى كيضرب هذوك العمليات بسرعه فائقه وحاضي هذا الشيء، هذاك صبر 15 عام و 20 عام وتيدرب عليها، هذا فمطق شي يدير فمطق هو يدير من الملق. مرحبا، تواصلنا معكم مستمعينا الكرام دائما، وغادي نمشيو واحد المره في مكالمه معنا هشام على الخط من مدينه مراكش، اهلا وسهلا بك هشام. الو، مرحبا سي هشام. الله يبارك فيك استاذ دريبي، مرحبا بك. اليوم البرنامج ديالكم ياك على الحساب ياك استاذ، على التقدير، الحساب من اجل التقدير ماشي الحساب ديال الفلوس. انا بغيت نقول لك استاذ غير ما تبقى تقدر حتى شي حد ولا تحسب شي حد، انت راك استاذ ديال الاساتذه الله يخليك ودكتور الدكاتره الله يكبر فيك الله يكبر فيك. تنظر لي على الميساج اللي راه وصل هشام مشى تقدير النفس. فهمت شوف خا يصيفطوا للاداره ديال ميد راديو ولا يحاولوا يديروا عليك شي ضغط ولا شي حاجه، راه كتعجبنا بزاف، راه كتهضر بصراحه بزاف
وكتحاول تبسط هذاك الشيء توصلوا للمغاربه وكتبوا الحقيقه زعما. بس سيدي هشام شوف شوف راه بدون نفاق ولا تملق. شوف سيدي هشام شوف شوف هذه حقا نحقها. شوف سيدي هشام شتي انا عندي 51 عام طالع 52 وجلت واحد العدد حياتي واحد العدد البلدان وشفت واحد العدد الشخصيات. انا غير الصباح داوي مع الكاتبه حبيبتي وخالتي خناتها بنونه وكنتكلموا في المقالات اللي كتكتب وفي القوه ديال التحليل الرأي ديالها وفي القوه ديال شتي ما تبقى من عمرنا طول العمر ان شاء الله يهمنا ثلاث حوايج شخصيا انا رضا الله ورسوله والحباب اللي كنعز في هذه البلاد. ما بقيت عطال ولا عوال على شي واحد يعنقني ولا يصفق ليا ولا يدير ليا والو. وباش انه ندير حساب امام الحق كاين الحق كاين الحساب. حبيبنا سي شمرة معنا واحد معنا وصل الرسالة. لا نخشى في الله لو متلائم يكون كيما مكة يا مسؤولية يا غني يا عنده الجاه ويكون كيما كان. أنا من واحد الفصيلة أصل ديالي من والدي وجدودي وشيوخي والعلماء اللي كبرت معهم حنا واحد الفصيلة شجعان بغى اللي بغى اللي بغى يجربنا راه كيعرفونا اللي مجربنا راه مجربنا اللي بغى يجربنا يجربنا معروفين لا والدينا ولا جدودنا ولا خوتنا ولا خواتاتنا حنا معروفين بالشجاعة والصدق والإخلاص اللي تنعطيو الكلمة ديالنا في واحد البلاصة الله ما تزعزع عليك الكلمة وخا فيها كتاع الراس والإخلاص ما تنبيعوش الماتش يجي شي واحد يحط لينا مليار ولا جوج ولا ثلاثة راه مشاركة راهم كيعرفوني راه جاو عرضوا عليا الملايين باش ندير لهم إشهار الملايين تعرضات وندير الفيلات وندير الطيارات وندير العجب نقول لهم حتى نشوفكم في الحق الاجتماعي يتعاونوا الفقراء ندير معكم الاشهار بالمجان ولكن نلقاكم تتبنيو للفقراء المدارس وتديروا لهم الطوبيسات بالفابور وتديروا لهم الدواء فابور وتديروا داكشي تعطيونا حنا فلوس عطيوها للفقراء ونشوفكم في المجتمع هكا بعيني نجي ندير معكم فابور تعطيونيش فلوس. اه لا ما نعرفوش عندنا هادشي حنا كنعرفو نديرو اشهار تعاقدو ناخذ شيك او لا سيدي لا سيدي ملي كنشوفوا واحد الحاجه غتادي واحد المواطن واحد كيتمادى علو بالسلطه ديالو ولا واخر واحد المواطن مشى هو مرتو عنده واحد المسؤوله في واحد الاداره ناس فقراء دراوش ولاد الباديه ما تعرفوا حتى كلمه الفرنسيه دخلوا عندك المسؤوله في الاداره كدوي معاهم غير فرنسيه هما ما كيفهموهاش كتقول ما كيفهموش الفرنسيه. خرج داك السيد قصدني جا عندك يا سيدي حنا شفينا السيد راه من الصباح كدوي معنا فرنسوي راه ما فهمني والو هز التليفون عيط للرئيس ديالها قلت له الله يرحم باك داوي معك كأخ إلا درتي لها شي حاجة قلت له والله ما نسمح لك غتهبط لعندها قول لها إلا عندك شي مشكل مع راجلك ولا مع ولادك خذي عطلة وسيري فكيه إلا عندك أزمة مع نفسك خذي عطلة وسيري ارتاحي ولكن إلا جيتي لخدمتك وجا المواطن برك قدامك راه لا يعقل تكرفسوا علو حنا نضلوا نصلحوا الجرة مع المغاربة وملي يجيو قدامكم تزبروهم لينا قول لها نو ويجي سيب بالله الذي بعث سيدنا محمد وجا شي واحد قلت له دارت له بحال هكا الى مسبتها غتلقاني انا في البيرو تما كنهزك الكراسه وكنطوع عامل في الشارجم لان تما الاداره المغرب عطاك البيرو عطاها الكليماتيزور عطاها التليفون عطاها الانترنت عطاك كل شيء المغرب وعطاك الماندا في الوقت واش كينتظر منك ينتظر منك تقول شغلك واحد ما قادش جات عندي وعندي حبابي ديال المندوبيه الساميه السجون حبابي نعرفهم نذكروا في مواضيع واحد من حراس غير ما كيسيء المعامله مع السجناء والسجين يكفيه انه محروم من الحريه ديالو ويكفيه انه محكوم عليه واحد السنوات ويكفي انه ما كيشوف لا مولا با تزيد انت عاد تكمل عليه بسوء المعامله ما قادش احترمو استقل كونوا شجعان استقلوا شي نحط الاستقاله ديالي بقيت اسيدي باغي نكون حارس
سجن، حيت باغي نكون في التعليم، تكون عندنا الشجاعة، وإلا غادي نكونوا ظالمين وظالمين بتخبية، لأن هذاك الظلم اللي كيدار وراء هذوك الوظائف ما باينش الظلم ديالو، ولكن اللي معني بالأمر مقابل معاه كيتأذى. كيولي واحد مشحون كيشحن 100 واحد، 100 واحد كتشحن 1000، وفي الآخر كنقولوا ما المجتمع تتعصب وتتزير. خصنا نكونوا عندنا واحد الصراحة، وهذه الصراحة خصها ماليها. أنا بلا فخر من الناس اللي كنحب الصراحة، كنحب الصراحة. أولادي كيعرفوني وعائلتي وجيراني أنا معاهم 20 عام يعرفوني. جاري فوق مني ما عمرو عرفني تحت منه شكون. واحد الليلة مع 11 ونص الليل باق ما برلق باق برلق ونطلع عندو. السلام عليكم. قلت له حبيبي حنا دابا تقريبا 15 عام حاجة، عمرك عرفتيني شكون أنا؟ قال لي لا. قلت له علاش ما كتعرفنيش شكون أنا؟ أنا عمري ما شفتك. نتلاقاو كنسلمو على بعضياتنا وندخلو. قلت له خويا أنا كنبغي نعس مع تسعود. ولا عندي هاد الخنشات دوك اللي خصني ندوزها كلها مصارني. دابا قلت له صاحبي انت ملي لقيتي فوقاش بيرسوز فر 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 في 11 ونص 12، قلت له دابا غنوليو معايا للسلطات وديري مشكل وذا. قلت له علام توقيت حرام عليك صاحبي، ولا راه طاحت واحد لو ويلا طاحت لوحه خلي طيحه ترسح وفكها ماشي. دابا انت غتقبر انا غيطير لي الناس، انت سبحان الله غتنعس انا غيطير لي الناس، غير فيق الصباح مرون ما نعش. علاش اخويا تقب علي الحيط؟ شتي هاد عندي واحد العمارة بجنابي، واحد الناس فيما يسيقوا في واحد البالكو يهبطوا الماء تسيق على الطونوبيلات، ناس يحطوا سيارتهم وكنقيين وتيلقاوهم معامرين بالخملة وبالغبرة وبالماء مصخ، تخيل جيت طونوبيلتك بحال اللي قادوس تكب فيها. واحد النوبة أنا جاي دايز بحالكم ولات هذيك الدار عندو باب العمارة. أستاذ دريبي نعم لا ما صحابش لي حنا جيران. قلت لها جيران لا. بغيت نسولك. قلت لا 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 ما تسولينيش. علاش؟ قلت لها انت قليل الادب. اه قلت لها اش غتسوليني؟ في ولدك حشايشي، في بنتك حمقى، في راجلك انت وياه مفروحين بسبب الدعاوي اللي كتديهم مالين الطونوبيلات اللي كتخسروا لهم الوسخهم طونوبيلاتكم بالباركون ديالكم. اش غتسوليني؟ قلت لها اش غتسوليني؟ سولوا تادبوا ديك الساعه ما تسولوش، حنا نجيو نجاوبكم في الدار. قاد داير حكا كتشوف الله يعاونك تفعل. حيت طبعا انا عمي هكا، با هكا، جدا هكا، جدي هكا، خالي هكا، خالتي هكا، كلنا هكا. اذا شتي واحد البلاصه ملي غتكون انت هكا، ما الجهه الاخرى غادي تعكر ليا. ديك الجهه الاخرى اللي كندقوا لها المسمار في مخها، مالا غتحبني، مالا غدير ليا شحال انت ما تعقليش على باقا صغيره. كانوا ملي كتكون عندنا الهديه كيطلعوا الدريات فوق الكروسي يشطحوا، مالا بغا يديروا ليا الكارو يطلعوا فوق الكروسي يشطحوا ليا. راس هما غادي يهزوا المكاحل ديالهم وغادي يهزوا الدافع وغادي يضربها 20 حاجه التي لا كذا. في خبارك انا الرقم ديالي 21 ماشي 20، انا مزيوت في 21. وسير سول الهنود على القيمه الروحيه ديال رقم 21. ترى سابكم الله عندي 21 وعندي 6 7 او عندي الشفع والوتر وانت كدير معايا. مرحبا. في مكالمه اخرى هذه المره غادي نمشيو باش نتواصلوا مع حسن معنا على الخط من ورزازات. مرحبا بك حسن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أستاذي كنشكرك بزاف. مرحبا سيدي حسن. ألو. حسن معنا؟ اللي استفدت منك أستاذ بزاف. بارك الله فيك. كنت في واحد الاتجاه وتصنت لك هذا الشيء حلقات ولا قبل 2012. أيوا. جبت حياتي أستاذ. الله الله. وفهمتيني كانوا كما كتقول أنت شي زاويات عميين ما كنشوفوهمش كصحابنا واش كنقاد الساعة ما كنقادوش. لا حول ولا قوة. لا الحمد لله الحمد لله هاد 5 سنين الحياه ديالي الزوجيه وكلشي تقادات والدراري غاديين الحمد لله. هاد الشيء دابا كنشكرك وكندعي معك استاذ بارك الله فيك وقلبي معاك قلبي معاك وفكري معاك وجزاك الله كل خير. واسيدي حسن الله وحده اللي يقدر يجازيك استاذ. واسيدي حسن نعم الشيء. واش اخبارك المغاربه؟ نعم الشيء. ما كاينش شي دار مغربيه خاليه من الصالحين في اخبارك؟ والحمد لله راه ما كاينش شي دار والله ما خاليه دار مغربيه من صالح ولا صالحه والله ما خاليه. واش تنهار اللي عرفت هذه الحقيقه هذه وليت انا خدام ديالكم؟ انا خدام ديالكم. تنهار اللي عرفت هذه الحقيقه الصالحين في البلاد وما تمنيت الا نكون خدام ولاد الصالحين. طلبتها من سيدي ربي قلت له يا ربي الا عندي شي دعوه مستجابه عندك يا ربي اجعلني خدام هاد الصالحين هادو. لا حول
استاذ الله الا راه اش نقول لك دابا كنقولوا الا شكرنا ولا هضرنا ما بغيتش نهضروا حيت ما يمكنش نجازي لا لا اله الا الله بارك الله فيك انت باغي سيدي ربي وسيدي ربي راه عارف ياك عارف صافي صافي سير فوتني عليك ولا غادي حوايجي بعد مني سير خلي لي بالك جزاك الله خير بارك الله فيك يا استاذ عندي واحد التساؤل اذا كان ممكن خير تفضل حبيبي خير كما قلت لك حياتي في التعامل ديال الدراري ولا ديال سميتو الحمد لله غير ديك الاخطاء القديمه اللي درنا دونك التاثير ديالها راه كيبان في الدراري في المراهقه استاذ شوف. انا طبقت الطريقه ديال كان الحق الداي عندي 12 عام سديت فمي بعدا اول حاجه عامين هذه غير واحد الاشكال بان لي فيها في هاد شي عامين هذه سيرتو من الناحيه الدراسيه غادي تينقص وخليته استاذ حيت قلتي دابا تتسنى غير الا كان شي حاجه باش نعاونو من بعيد ولا اشاره ولا شي حاجه داكور باش بالحق نضغط عليه مثلا نضغطش هو غادي الحمد لله كينجح كما قلت هو ينجح غير كنحس بولدي بانه ما كاين شي حاجه قارحاه يعني راه حنا كتقول عندنا واحد الاحساس ما كتسناش يقول لك ولدك ولا كنشمو كما كنقولوا حنا تنشمو تنسكتو غير دابا انا عندي بحال نقولوا تخوف استاذ ما كيفاش نتعامل معاه سيدي حسن سيدي حسن نعم السي نعم بغيتك احبيبي تشوف شي عالم من العلماء عندك تما في ورزازات راه عندكم ما شاء الله في المجالس العلميه من ذهب الحمد لله غتمشي عند شي عالم من العلماء ديالنا ديال المغاربه أيوه. وغتقول له الله يجازيك بخير يفسر لك العفو والصفح نعم تبحر مزيان في مفهوم العفو والصفح العفو هو الانسان كيتنازل على حقه في العقوبه مثلا واحد ضربت له سيارته خسرتيها له تيقول لك خلص ليا هذه الخساره الخساره وكاين ولاد الناس اللي تيقول لك اودي وراه شتك انت ما درتهاش بالعاني تقطع لك الفلان دخلتي فيا سير الله يعاونك هذاك عفا عليك هذاك هو العفو العفو هو ما كيبقاش يطالب بحقه المستحق في المقابل اللي انت اديتيه به والصفح هو واحد القدره واحد واحد العمل روحاني قوي ان الانسان تيعمل على ازاله اثار الاذى اللي اداه به الاخر في قلبه كاين يعني الانسان ملي تيأذيك تيدوي فيك ولا تينمم فيك ولا كيسبك ولا تيدير شي حاجه خبيثه معاك ولا شي حاجه كتخلف هذاك الفعل تيخلف في نفوسنا واحد الاثار واحد الاثار خبيث واحد الاثار قرحه واحد كذا فاغلبيه الناس كتلقاه اما كيشد الغضب اما كيشد الحقد اما كيبدا يقلب باش ياخذ القصاص باش ياخذ حقه الصفح كيخصك تعمل على ازاله الاثار السلبي اللي خلفوا هذاك الاذى اللي هو حقيقي واحد عايرني واحد سبني واحد قاس لي كرامتي وانا غضبت وحقت وانا نمشي وانا ندوش وانا نذكر الله وانا نصلي وانا نقرا الحزب وانا نقول اعوذ بالله من ان اكون من الجاهلين اعوذ بالله ان اكون من الظالمين اعوذ بالله شي بقيت كنشد راسي كنقول حباس 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 شتي الوقيت اللي كتشد العفو والصفح راه بحال هذاك البلوس والموان ديال الحجره باقي عاقل هذيك الحجره ديال العود شحال هذيك عندنا عاقل عليها الشهر ديال العود ديك العود الابيض العود الابيض عاقل هذيك الحجره ديال العود الابيض والله شتي عقلتي كنا كندير واحد البيله صغيره ما بين واحد جوج نحاسات كتشعل اي هذيك المربعه هذيك وشتي هذيك الحجره المربعه شتي هذوك جوج نحاسات اللي خارجين راهما العفو والصفح شتي انت تشربهم وولدك يتسقى منهم واسمع نقول لك شتي كل اذى كان سببه خطا او سوء فهم ماشي قصد تيولي لك ليك انت ولولادك بعد ما يغفر لك ويتوب عليك الله غبار حيت الغبار راك عرفتيها خرج البهيم ولكن كنبتو به كنبتو به الخضره والفاكهه ياك ولا اصلا هذاك الشيء استاذ ودابا راه كذلك الاخطاء راه بحال الغبار الى مولاها ما كانش قاصد فيها وبعد ما تنبه ليها صلح وتاب وسيدي ربي حاشا مع الله راه غفور رحيم هذا ما كانوش حنا ماشي بحال ماشي اكثر من سيدي ربي الواحد لا لا سيدي لا وشوف زعما حنا استاذ لا استاذ ما تحملنيش غلط لك انا ديما في هذه القضيه استاذ الحمد لله ما عرفت هذا كاع بحال كيوخذوني عليه مالين الدار لا سيدي حسن لا ما تقول لي علاش كتقول لي علاش 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 كاين شي حاجه وقعت شحال كذا علاش انت كتسمع سيدي حسن سيدي حسن عمي حسن ما فهمتينيش شكون اللي قاصد انا قاصد ولدك ما راه داوي على ولدك راه ما داويش عليك
خاصك انت تشرب العفو والصفح باش ولدك يفهمو، حيت ولدك خصو يعفو ويصفح عليك. رانا قاصد ولدك، ما انا عارفها فيك، ما بغيتك تفهم كيفاش دوزها لولدك. باش غدوزها له خصك تستوعبها، باش غتستوعبها خصك عند العلماء، حيت دابا هو راه عايشها بالحال. ولاني خصو يستوعبها باش يشرحها. شنو لقيت اللي كتستوعبها وكتقولها كلمات ولدك تياخذها منك، حيت كياخذها منك يتعامل بك كيتعامل معك بها. لقيت اللي غيتعامل معك بها انت صلحتي الحال. نعم مرحبا. بروفيسور مشيو لطوكيو باش نتواصلوا مع حمزه على الخط معنا. هذا غيقول لنا شي كلمه بالجابونيه. اهلا وسهلا بك حمزه. يا اهلا وسهلا. لا لا خويا حمزه، قلنا شي حاجه باليابانيه. ايوا شنو بغيتي نقول لك؟ قول لي. قلتي نعزي هذيك اللغه تاع دوك الناس. ايوا دابا هذه دابا شحال عندكم، شنو حالكم في الساعه دابا؟ دابا سيدي راه 8 قريبا لاروب. ايوا تنقولوا مساء الخير كومباوا. اها كتشرب اتاي بحالهم؟ مساء الخير. كتشرب اتاي بحالهم؟ اي كيفاش كيشربوا اتاي؟ كيفاش كيشربوه بطريقتهم في الشريط؟ واحد الغبره كتكون خضراء. اها طقوس باش كيشربوا، كيشربوا بالشوي ولا كيديروا تبربيره؟ لا لا تيلبسوا واحد الكيمونو وتيجلسوا على رجليهم بحال غادي يديروا الشهاده في الصلاه. واو. وتيدير واحد الطبله ديال الخشب تحت منهم. واو. وتيكون واحد البريق ديال الماء سخون. والكاس خضر. ولا بودغ ديال الاتاي. وكيكبوا اتاي بشي شويه وكيزيدوا الماء. وتيشدوا الكاس بجوج يدين وتيشرفوا بشويه بشويه. قول لي في الدار عندهم كيدخلوا صوابطهم ولا كيحطوا صوابط عند الباب؟ لا عند الباب. عند الباب. نوع منعا تاما. علاش؟ الصوابط لداخل. علاش؟ باش تبقى النظافه ديال لا من غير النظافه، حيت راه ارواح الاجداد عندهم في الدار بالنسبه لهم معتقد. لهذا كتلقى واحد الصالون. انا ما عنديش هذه المعلومه هذه. عندهم في الصالون ديما كتلقى في الصالون عندهم واحد المضاعف ديالهم اليابانيه، كتلقى حاط واحد ثلاثه تصاور ديال جدو وجده وباه امه، وتيدير واحد الند، كيدير واحد البونزاي، واحد شجره صغار. وشتي هذاك الدار عنده راه كيسكنوا فيها الارواح الجدود، هما هذي المعتقد ديالهم في المساء. هنيئا لك. والمعلومه انا ما عندي. مرحبا سيدي حمزه. مرحبا. يا اهلا وسهلا. مرحبا. استاذ انا كنشكرك دائما على الالتزام ديالك مع القناه، ودائما كتاخذ من وقتك باش تجي تتحدث. بارك الله فيك. انا غير عندي واحد السؤال، هو ماشي سؤال ديال مشكل ولا شي حاجه، عندي غير واحد السؤال لك شخصيا ولا كتمكن تجاوبني وتجاوب المستمعين. مرحبا. هي الناس دابا ملي كيتصلوا اللي من خلال الاستماع ديالي، اغلبيه ديال الاسئله كتكون في ميادين كثيره، نفسيه دينيه تربويه اجتماعيه، علاقتهم مع خوتهم مع عائلتهم مع جيرانهم. ولكن اللي يفاجئني دائما انك في كل مجال كتلقى الجواب. انا اللي كنستفسر زعما باي صفه انك شنو اللي كيخول لك انك كتلقى الاجوبه لهاد المجالات كاملين وكتحاول تعطي الحلول للمستمعين. الله. إذا لاحظتي الصفة اللي كنتقدم بها كاتب وباحث. ما معنى كاتب وباحث؟ أنني خديت واحد العدد ديال الوقت هذه سنين باش تفرغت للدراسة والكتابة كهواية. اللي غيجعلني نلقى واحد الرصيد معرفي هو تفرغي. ماشي عندي واحد لي زونسيكلوبيدي حاطهم حدايا وكنمشي نبقى نطابي في هادي ونطابي في هادي. في النهار بغيتي تجي وتشوف مباشرة، راه حنا خدامين مباشر، ما كاين لا هذا ولا هذا. الوقيته اللي كتكون تفرغتي واحد العدد السنين وقريتي بصدق وفهمتي بصدق، يخصك تزكي مقام المواطنة. شنو غادي نفيد به انا المغرب وانا فقير؟ باش نقدر نفيد المغرب ولا المغرب؟ واحد عنده القدره يبني مستشفى الله يعاونه، واحد عنده القدره يزكي الملايين ويعطيهم. وانا الوالد ديالي رحمه الله كان هكا، كاتب انتسالي التعليم، هو ولد اسره التعليم كيقري، تيخدم في واحد الشركه وتيمشي يقري اليتامى ويقري الناس. جدي كذلك رحمه الله كان هكا. فاحنا عندنا واحد العلاقه مع العلم شبه وظيفية، غير هي وظيفة عرفية، ماشي مضفنة شي مؤسسة، مضفنة الروح للإيمان بها. ف
عندنا في الإسلام واحد المفهوم ديال النصيحة. النصيحة لمن؟ لله ورسوله وعامة الناس. حنا في واحد الوقت اللي ولا الدرك على الناس ما بقى حتى واحد كيقرا كتاب، ما بقى حتى واحد كيقدر يشوف وثائقي في ساعتين وثلاثة. الوقيته اللي كيجي عندي في البرنامج وكيتكلم معايا كنبقى نحرك هذوك المجالات ديال الفهم. كنلقى غالبا الناس كيفهموا بشكل نمطي، اما كينقلوا مفاهيم لوالديهم يا اما عنده واحد العرف بسيط، تزوج ولد صافي خص ولادو يقراو وينجحوا. الوقيته اللي كنكون بحكم التفرغ، والتفرغ صعيب لان يا اما انت عندك المال، يعني خص ينفق عليك الانسان ملي كتكون متفرغ، يا اما عندك القناعه. انا ما كينفق عليا حتى واحد، عندي القناعه كنربح واحد الطريف ديال 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 الرزق، وكنتفرغ كنفيق في الليل وكنسهر وكنخدم باش نحافظ على الفهم. فبغيت نكون في 2017 في هذا العصر نموذج ديال واحد الناس اللي حنا كبرنا معاهم في الستينات والسبعينات، منهم الاستاذ خنا تمنونا، منهم مرحوم زفزاف، منهم واحد العدد المفكرين اللي فناو حياتهم للتوعيه ديالنا. ف سؤالك الضمني يا سيدي حمزه، باي صفه؟ الصفه هي الا كنت غنعطي وصفه لشي واحد، الا كنت غندوز له، الا كنت غندير له مقال في القضاء، الا كنت غنوثق له في المحافظه، هادو صفات اللي مقننة. اما المذاكره جزاءها 60 عام عباده، ساعة من تفكر كتساوي نتمنى على الله زياد من 60 عام. أنا واحد الإنسان الدنيا ضرة عندي، كنحملهاش، كنحبش الدنيا، ما كرهاش ولكن ما كنحبهاش. أنا ولد الآخرة، وأنا صنعني الله في جهنم الأرض. أنا التاريخ ديالي والأشياء اللي عشت جهنم الأرض أنا خارج منها، كنتمنى إن شاء الله نمشي لجنة السماء. فاليوم في العولمة صباح هذا كيتكلم وخصو تيتر ديالو يبان، إلا دوا في القانون خصو يكون محامي، إلا دوا في الصحة خصو يكون طبيب، إلا دوا هادشي في إطار صفات العولمة، في إطار واحد التخصص، في إطار واحد الممارسة. أما هنا منبر ثقافي تفكري مذاكرة ما بين إخوان، وكنروج معلومة ثقيلة مصادرها معنعنة ومقننة لأنها فكرية، ولكن طريقتها فيلغاريزاسيون، سيد لا فيلغاريز، التبسيط والتسهيل. شنو هو اللي كيعطيني القدرة؟ كاين واحد السر، واحد تما ما نقولوش. معنا سعيدة هاد المرة من قلعة سراغنا، مرحبا بك سعيدة. الو. مرحبا سعيدة. انا عم قريبة لك. معك الدريبي. سعيدة كنظن انك كتسناي في البرنامج غادي يجي من بعدي ان شاء الله بحول الله، وممكن انك تواصلي مع الدكتور طيب كريباني ان شاء الله في برنامج من بعدي. لا سمحتي بروفيسور، وحنا اليوم العنوان ديال الحلقه دائما كنذكروا انه كان هو الصبر ام الفضائل، وكان وصل سؤال من عند مستمعه كتقول انا في العمر ديالي 49 سنه، كيقول كتقول ما كتبش الله بروفيسور وما تزوجش، كنت كنحلم بالامومه ولكن ما كتبش الله. انا فقط غير السؤال ديالي كتقول على انه هي ربات زوج ديال الوليدات مولاد الاخ ديالها، دابا قرروا انهم غادي يمشوا عند امهم وباهم، هما كانوا كبروا معها في الدار ديال والديها، هي اللي كبراتهم، فكتقول بغيت غير الصبر على فراقهم، كيف ممكن انه يجيني؟ لا شتي خصهاش تعتبر انها نهايه، لا هياش نهايه. اي ام مع ولادها اللي ولدات من رحمها، اللي رضعتهم بحليبها وصارت عليهم، هاد الام واحد اللحظه غتشوفهم
غيكبروا غيمشيو يقراو في واحد المدينه، غيمشيو يقراو في واحد البلاد. وغادي واحد الفتاه كنت في واحد المحاضره مؤخرا وجات لعندي قالت لي راه امها وباها يحماقوا حيت هي خدات الباك وتقبلات في واحد الجامعه وغترحل من المدينه اللي ساكنه معاهم لهذيك المدينه. قالت لي امها وباها بقاش يجيو الناس. فهادشي اللي كانت عايشو طبيعي، ما خصهاش تعتبروا نهايه. هذا غير واحد الانفصال ديال المرحله، هنيئا لها نجحت فيها، مباركه مسعود على هاد الوليدات. دابا غادي وجوب تاطير صله الرحم، خصها ما تحملهمش العبء، ما يحسوش بالذنب، ما خصهمش يبقاو حاسين بانهم غيتخلاو عليها لان غيوليو مساكن مرض في عقلهم. خصها تثبت ادات الواجب هنيئا لها. دابا صله الرحم خصها ادبيات. كاين عندنا الفيديو كونفيرونس في الاورديناتور، كاين تليفون فيه تشوف الفيديو ديالهم ويتصلوا بها، يعني نستعملوا الادوات ديال التواصل فيها الخير. يمكن لك تشوف خالك ولا ولد خالك ولا في لحظه كتكليكي وكتطلع لك الفيديو ديالو كتشوفه وتضحك انت وياه وتشوفه اون فيديو كونفيرونس. يعني ما ديرش فيها واحد التساؤل وجداني، لا تمشي تنزل عليهم واحد الثقل ويوليو مساكن محصرين وخايفين عليها وتولي تتادي عوض ما تزكي. اذا هنا ما هواش قطيعه، هو واحد الانفصال طبيعي. براتهم وصلوا لواحد العمر ديال الانطلاق وانطلقوا من الحضن ديالها. يعني الله مبارك مسعود هذا السيد. إذا سمحتي غادي نمشيو لرسالة أخرى، هذه المرة هي من عند مستمع كريم كيقول أنا الاسم ديالي يوسف وفي العمر ديالي 39 سنة. بروفيسور شكرا لك على هذا البرنامج وشكرا للميد راديو. أنا المشكل اللي عندي هو أنني ما كنضبطش راسي، كنصبر حتى كنعيا بروفيسور وضروري ما كنفاعل، وكيقول كندير الحساب حتى كندير الحساب وحتى حساب ما كيخرج ليا. كيقول المشكل اللي كنوقع فيه على أنني ما كنضبطش نفسي، كنتلفظ بعض المرات بألفاظ نابية خصوصا مع مالين الدار، وكنرجع كنتندم وكنحس بالحسره. هو هذا طاقه وصلت للحد ديالها. اي سائل ما كيقدرش يذوب واحد القدر من المعلقات لا ديال السكر ديال الملحه كيولي مشبه ساتوراسيون. اذا خصو مداد الى هذاك الماء ديال القرعه ما يقدرش يذوب اكثر من ربعه ديال المعالق ديال الملحه، غادي نزيد الماء. حلو، ما حد الماء كيتزاد على هذاك الماء المشبع هو تيبدا يعاود يجدد له طاقه باش يعاود يذوب هذاك الصلب. اذا خصو هو يعرف بان الايمان، سيدنا رسول الله تيقول لنا على الايمان يزيد وينقص، فما بالك بالخاطر. صحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا جددوا ايمانكم بملاقات الاخوان. سافر مرة في 15 يوم، مرة في الشهر، مرة في شهرين، يهز السويك ديالو ويسافر يومين. سافر عند حباب المغرب، سواء عند العائلة والأصدقاء ولا غير عند المغاربة، ويتخلوى جلابة، طلع المزدهر، يمشي الوزان، يمشي الحاجب، يمشي لجبال الأطلس، يمشي لعند حبابنا في الصحراء، يسافر. شتي هاد السفريات هادو غتلقى ناس غيلقحوك، كل واحد كيعطيك حالو، غتشوف الجزار صابر على الكليان كيتشرط عليه، غتشوف الخضار صابر على الكليان كيهزلو الديسير وهو كيضحك، غتشوف مول الحوت صابر على الكليان ديالو، غتشوف ناس في الفلاحه كيجيب الصنادق مع الفجر وشاط الطريق باش يجيب واحد السوق صابر على الكليان. شتي انت تتشوف اللي متحمل كثر منك وكيفرح كثر منك. شوف الصور ديال مولين الطاكسيات البيضين والطاكسيات الحمراء، شو صبرهم. هذا يطلع هذا يقول له وقف هنا اخو، يقول ما زدتي الفروج ما تفوتش الفروج. هذا يقول له عاش درهم ما نزيدكش درهم. الاخر يقول له لا عطيتك درهم البارح. خير الصبر. شوف مالي الكاميونات مساكن شاد الطريق من طنجه للقويره وغادي، وخصو يوصل بكري لاكادير باش يهز السلعه ثاني من اكادير ويطلع بها للدار البيضاء، ومن الدار البيضاء يهز السلعه ويطلع لطنجه وغيبات بسرعه، وغدا من طنجه يشد يهبط للعرائش ولا عاود يطلع لوجده. تخيل ما كيشوف ولادو غير مره في الشهر ولا مره في 15 يوم. جديد هذه الملاقات. ثم رد البال، كاينين الناس اللي عاشرتيهم كي تيقرحوا لك الصبر ديالك. هذوك صحاب تعوج الفم، كاين واحد اللي كيبغي يدوي تيعوج فمه، يقول بقاش تعدي المغرب دار لينا شي حاجه وكيعوج فمه بحالك، علاش عطاتني هاد البلاد كيعوج فمه بحالك. شتي شتي اي واحد تيعوج فمه باش يهضر بعد منه، انا شخصيا ما كنحملهمش. كون بارك في قهوه يدوي بارك مقابل معايا ما كنعرفوش، عاك يدوي مع صحابه هكاك كنخلي هذيك برده تنزل في حالي، ما نبغيش لا نسمعوا في ودني ولا نشوفوا في وجهي. إذا يكون عندك شي صحاب، ولا يكون عندك شي خوك، ولا عندك شي في العائلة مقرفش،
ما عرفش شتي حدك سلم عليه وزيد فحالك ما تستفالش به حيت راه اللي مقرفش راه يقرفش مرحبا غادي ناخذ في اخر مكالمه معنا بشرى من قنيطره مرحبا بك بشرى بشرى اهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا دكتور لاباس عليك مرحبا بك لا بشرى انا ماشي بشرى ماشي سميتي ماشي مشكل وطلعتي لينا بشرى غادي نقولوا باش طلعتي شكرا دكتور لي شرف كبير مرحبا مرحبا لله المهم انا من المستمع شي 5 سنين هذه وانا كنسمع مرحبا بك مرحبا بك انا مشكل واحد المهم ماشي دوار دو جوج دواور ديالنا المهم انا عندي 7 سنين كنقري في واحد المدرسه وبغيت ديك الدوار دوك الوليدات ديالهم يعني ما كيقراوش مرحبا قول لي اسمي الدوار انا واحد قنيطره حدا انا واحد قنيطره في وليد دوار شنانفه اييه من جهه سيدي حيا ومن جهه بير رامي سيدي حيا الغرب اييه حيت انا راني ولد البلاد تما حاسه دكتور دابا شي متبع معاك باش نطلع الرادار تما دوار شنانفه زيد قول لي اها هذا التلميذات ما كيقراوش ابتداء تمهيدي المهم كيدخلوا كيجيو دوك المعلمين مدرسه كبيره داروا واحد المدرسه واحد الاطار كبير داروا قسم واحد داك الوقت كيجيو معلم كيجي واحد مره جوج مرات واحد كيجي الصباح وجيت كيجي في يجي في الشيه المهم ما عندهمش التلامذ مره داك باش يدخلوا الابتدائي الاول ما عندهمش كيدخلوا مستواهم ضعيف كيقريو دوك المعلمين عا كيديروا معاهم كيوصلوهم للاستاذ كيطلعوا للمدينه السياحيه الغرب يعني اكثر ديالهم كيطردوا انا دكتور من الفضل ديالك نطلب على واحد القسم تما مساعد ديالك باغي ندير تما واحد القسم تما انا ندير هذه المساله ديال التمهيدي الاول انا غناخذ الهاتف ديالك وغادي نربط الاتصال ما بينك وبين الحبابي ديال المبادره الوطنيه في الرباط عييت ما نقلب دكتور ولا عليك انا غنسق لك هذه العمليه المرضيه انت باغي تخدمي الوطن الله يجازيك بخير عرفتي دكتور الله يجازيك بخير دكتور الله يجازيك بخير دكتور مع دابا انا متلقى بالوليد وبغيت زعما بحال المساهمه نقدر الله 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 يرضي عليك الله بنتي ما تضيع لك الوليدات راه ما كيكملوش اكثر هي ما كيكملوش الله الله ولا عليك انا غناخذ الهاتف ديالك المرضيه وغادي نتصل بك معك شكرا لك بشرى وتحيه كبيره لك على هذه المبادره صراحه شي حاجه اللي كتفرحها بروفيسور يعني بحال هكا معلمه بسيطه نعم في بلاصه نائيه شي هذا راه كتفكر في الوليدات ديال داك الدوار نعم اللي هي معلمه بغات غير قسم باش يحسن المستوى ديالهم الله يرضي عليها فصراحه كان ختامه مسك بروفيسور في الحلقه ديال اليوم الف شكر لك وغدا ان شاء الله موعد جديد مع المستمعين الكرام والاوفياء ديال برنامج الاجتماع اليومي بكل وضوح لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد كانت معكم وراء الميكروفون وشكرا لسامي عارف اللي رافقني في الاخراج ومشكور كان ايضا في استقبال مكالماتكم بقيت اوقات طيبه قضوها دائما رفقه برامج الاذاعه القريبه منكم ميد راديو الى اللقاء